عناوين النشرة: الأسد يحذر الغرب، المنطقة برميل بارود، وخطر اندلاع حرب إقليمية موجود. الجامعة العربية تشجع أوباما على الحرب. فالمطلوب الآن هو الالتجاء إلى المجتمع الدولي. والناتو يعتمد على العرب في اتهام النظام بالكيميائي. بين الرأي العام الأمريكي والبيت الأبيض، الكلمة الأخيرة لمن؟ كبر الحجر كثير الرئيس الأمريكي، من السهل من الصعوبة بمكان أنه يرجع يتراجع. النصرة تعلن خسارة 40 عنصراً في معارك على أطراف دمشق. هيفا وهبي ترفض الاستسلام للبنان. ما لازم نسمح أنه أيام لبنان تصير كلها حديد. مساء الخير. الشرق الأوسط برميل بارود، والنار تقترب منه اليوم، وخطر اندلاع حرب إقليمية موجود. الكلام للرئيس السوري، والرسالة واضحة في مرحلة ضرب الأخماس بالأسداس، وهو يأتي بعد يوم من زيارة وفد إيران الرفيع إلى دمشق، والتي ما فتئ قياديوها يهددون بالحرب الشاملة إسرائيل أولى الأهداف فيها. الأسد يعيش مرحلة ما بعد التراجع الأمريكي، فيسخر من تهمة الكيماوي، فيما يجهد باراك أوباما للحصول على تأييد الكونغرس لحملته، حتى ولو كلفه ذلك الاتصال بالأعضاء فردا فردا. في الكونغرس سيظهر من يرفض الحملة العسكرية، وسيظهر أيضا من يطالب بما أبعد مما مشى فيه أوباما حتى الآن. الجمهوريون، وعلى لسان السيناتور جون ماكين بعد لقائه أوباما، دعا إلى تدخل يغير موازين القوى في سوريا لصالح الجيش السوري الحر، محذرا من رفض الكونغرس التدخل في سوريا وتداعيات ذلك على المصالح الأمريكية، فيما قرر البرلمان الروسي التوجه مباشرة للكونغرس الأمريكي في محاولة للسير في الحل السياسي وتجنب التصويت على قرارات حربية. ومع المطالبات السياسية بعودة النقاش إلى البرلمان، نشر إحصاء جديد في لندن يقول إن 71% من البريطانيين يؤيدون قرار مجلس العموم. موسكو التي أصبحت عائمة عسكريا في المتوسط بوصول سفينة استطلاع جديدة، قالت إن أي عمل عسكري سيكون من شأنه ضرب جنيف 2. وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن ما عرضته واشنطن ولندن علينا من أدلة لا تعد كونها صورا خالية من أي شيء ملموس، حيث لا خرائط جغرافية ولا أسماء، وفيها كثير من المغالطات والشكوك. أما الحلف الأطلسي فقد كان بعيون عربية وإحساس أمريكي، استند أمينه العام إلى استنتاجات الجامعة العربية في اتهام النظام بالكيميائي، إضافة إلى المعلومات الأمريكية. لكن لا الأمريكيون يجلسون على أدلة، ولا العرب امتلكوا مثلها، وكل ما وضع في التداول حتى اليوم هو مجرد رغبات سياسية في حرب تشعل المنطقة. ولما همد أوباما وتردد، عجله العرب بغاز الأعصاب السياسي المحفز على الضربة. وغدا إذا ما وقع العدوان، فإن الجامعة العربية ستكون شريكة فيه بالتكافل والتضامن. لبنانيا، براءة هاشم منقارة مرت من قضاء وعلقت في قضاء، وأبقي على رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي موقوفا، فيما صدرت مذكرتا توقيف وجاهية بحق كل من الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوري بجرم تشكيل خلية إرهابية وتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. الدوما يسعى لإقناع الكونغرس بحل متوازن إزاء سوريا، والبرلمان الفرنسي سيناقش الملف السوري إنما من دون تصويت. بينما يجهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحصول على دعم الكونغرس، سخر الرئيس السوري بشار الأسد من مزاعم أن قواته مسؤولة عن الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية،
وحذر الأسد في مقابلة مع جريدة لو فيغارو الفرنسية من خطر اندلاع حرب إقليمية في حال توجيه ضربة عسكرية إلى بلاده، وقال إن الشرق الأوسط برميل بارود والنار تقترب منه اليوم وخطر اندلاع حرب إقليمية موجود، وحذر الأسد من التبعات السلبية لأي ضربة عسكرية على مصالح فرنسا، وختم قائلا إذا كانت سياسات الدولة الفرنسية معادية للشعب السوري فالدولة عدوة، وستكون هناك عواقب سلبية بالتأكيد على المصالح الفرنسية. وفي الوقت الذي عقد فيه الرئيس الأمريكي اجتماعا في البيت الأبيض لفريق الأمن القومي وأعضاء في الكونغرس مساء الاثنين، أعلنت موسكو عن مبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين أن مجلس النواب الروسي الدوما سيسعى لبدء مشاورات مع الكونغرس الأمريكي لحثه على التصويت بالرفض لتوجيه ضربات عسكرية إلى سوريا، وفقا لما قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي للرئيس الروسي. وقالت فالنتينا ماتفينكو: أعتقد أنه إذا تمكننا من إجراء حوار مع شركائنا في الكونغرس الأمريكي سنفهم على الأرجح بعضنا البعض. وعلى الضفة المقابلة، استند الأمين العام للناتو أندرس راسموسن في معرض تأكيده على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي إلى موقف الجامعة العربية إضافة إلى المعلومات الأمريكية. بالنسبة إلى موضوع الرد على سوريا فلم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لأن الحلفاء يتشاورون فيما بينهم. هناك الكثير من الأدلة على ضلوع النظام السوري في الهجوم الكيميائي، وقد أكد ذلك أيضا الجامعة العربية. لقد بدأنا باتخاذ الخطوات الخاصة بإرسال المدرعات إلى تركيا من أجل حمايتها في حال رد النظام السوري عليها. هذا فيما أعلن مصدر حكومي فرنسي طلب عدم الكشف عن اسمه أن وثيقة أعدتها الاستخبارات الفرنسية تشير إلى أن الهجوم الكيميائي جرى من مناطق تابعة للنظام مستهدفا أحياء تحت سيطرة المعارضة. وكان رئيس الحكومة الفرنسية جو مارك إيروت قد أعلن أن البرلمان سيناقش الأربعاء الوضع في سوريا، إلا أنه سيكون من دون تصويت، وقال مهما كانت الاحتمالات فإن القرار الأخير لرئيس الجمهورية ولا يؤخذ إلا بعد ائتلاف دولي. عربيا وتحديدا على خط الجامعة العربية، حمل وزراء الخارجية العرب في مؤتمرهم في القاهرة النظام السوري مسؤولية المجازر لأنه يدير البلاد. الفقرة الرابعة وهي في الواقع فقرة مهمة جدا، وهي دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد الانتهاكات وجرائم العبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين. وضوح تقرير المفتشين، المفتشين ليس من صلاحياتهم أن يقولوا من ارتكب هذا. أنا لما قرأت التفويض اتصلت بسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون وقلت له هل ممكن تغيير هذا؟ قال لي لا يمكن، لأنه ده اللي صدر من مجلس الأمن، لا أستطيع أن أغيره. فتقرير المفتشين حيقول حصل استخدام للأسلحة الكيميائية، وإحنا أمامنا مثلا الأطباء بدون حدود شافوا أظن 300-400 حالة استخدم ضدهم الأسلحة الكيميائية، فلن يفيدونا بشيء تقرير المفتشين، لأن الموضوع أثير ننتظر تقرير المفتشين ولا ننتظر تقرير المفتشين، لن يؤدي إلى شيء. فالمطلوب الآن هو الالتجاء إلى المجتمع الدولي. وفيما تحفظت ثلاث دول هي لبنان والعراق والجزائر على بيان الجامعة العربية، كان موقف لافت لمصر، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض وتدين أي ضربة عسكرية لسوريا، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية أظهر تباينا في المواقف حول مدى تحميل النظام السوري المسؤولية القانونية والسياسية حول استخدام السلاح الكيميائي والإجراء الذي يتعين اتخاذه. معارك في محيط دمشق وكمين نظامي يقتل العشرات من مسلحي المعارضة. الله أكبر! بمعزل عن الانشغال العالمي بالهجوم العسكري الأمريكي المحتمل على سوريا، تتواصل الاشتباكات بين طرفي النزاع في مختلف المحافظات، لا سيما في محيط العاصمة دمشق وريفها، حيث دارت اشتباكات عنيفة في محيط حي برزة على الجبهة الغربية الذي تحاول قوات النظام اقتحامه، وشهدت أطراف حي القابون اشتباكات، وكذلك حي مخيم اليرموك. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل أكثر من 40 شخصا بينهم 20 من قوات المعارضة في قصف من القوات النظامية على بلدة الرحيبة شمال شرقي دمشق. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن مقاتلين من الكتائب المقاتلة شنوا منذ فجر الأحد هجمات على عدد من مواقع القوات النظامية في محيط بلدة الرحيبة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مشيرا إلى أن قوات النظام قامت كذلك بقصف البلدة بالمدفعية والطيران الحربي.
أوضح عبد الرحمن أن أعمال القصف والاشتباكات أدت إلى مقتل نحو 42 شخصا بينهم نحو 20 مقاتلا على الأقل وأربعة أطفال وخمس إناث من المدنيين في البلدة، لافتا إلى أن المدنيين قتلوا من جراء القصف داخل البلدة في حين قضى المقاتلون في الاشتباكات التي دارت في محيطها. هذا وقتل نحو 20 مقاتلا معارضا على الأقل الاثنين في كمين للقوات النظامية السورية قرب مدينة عدرا شمال شرقي دمشق. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لفت إلى أن بعض القتلى من جنسيات غير سورية، أن القتلى قضوا خلال اشتباكات وكمين نصبته القوات النظامية لهم شمال مدينة عدرا على طريق دمير التي تبعد نحو 35 كيلومترا من العاصمة السورية. وفيما تدور اشتباكات على الجبهة الغربية لمدينة دارية، وبحسب مواقع المعارضة السورية تمكن الجيش الحر في ريف دمشق الغربي من تدمير رتل لقوات النظام مكون من سيارات عدة بعضها محملة بالذخيرة أثناء توجه الرتل إلى الفوج 173 قرب خان الشيخ. وفي المعارك الدائرة عند المتحلق الجنوبي من جهة مدينة زملكة بريف دمشق، ودائما بحسب المعارضة دمر الجيش الحر دبابتين تابعتين للنظام وعربة، بالإضافة لقتل ما يقارب 17 عنصرا من قوات النظام، كما تعرضت بلدات جسرين وسقبة ودومة وكفر بطنة في الغوطة الشرقية لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة. وجرت اشتباكات عنيفة في حي غربي مدينة السيدة زينب بين المسلحين وقوات النظام. كيف يتوزع الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي؟ وكيف يؤثرون في صناعة قرار الحرب على سوريا؟ قررنا أن نشن هجوما على النظام السوري. هذه الضربة ستكون محددة، لن تشمل الغزو البري، لكن ستحد من قدرة النظام، والتنفيذ لا يرتبط بوقت. وقد تشاورت مع أعضاء الكونغرس وقررت أن تشن الضربة بعد أن يتم التصويت عليها من قبلهم. أما وقد أوكل الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمره إلى الكونغرس ليبت بشأن الضربة العسكرية ضد سوريا، يصبح ضروريا التوغل في أروقة المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية لفهم موازين القوى التي تحكمها وسيناريوهات القرار المنتظر. أما القرار المنتظر فعليه أن ينتظر عودة أعضاء الكونغرس من الإجازة في 9 أيلول الحالي، وحتى ذلك الحين ينشط الرئيس الأمريكي في الضغط على الأعضاء طمعا في موافقتهم، فيما تسعى روسيا لإقناع أعضاء الكونغرس بالحل السلمي. وبين واشنطن وموسكو تنشط تحليلات الخبراء، أسئلة كثيرة نقلتها مجلة فورين بوليسي عن مسؤولين أمريكيين تحدد ما يجب أن يأخذه الكونغرس في الاعتبار عند التئامه. ومن هذه الأسئلة: هل تشعر إسرائيل أنها محمية إن قرر أوباما انتظار قرار الكونغرس؟ هل يؤثر انتظار القرار في ميزان القوى مع إيران وحلفائها؟ ما ستكون تكلفة التراجع عن الضربة بعد تهديدات أوباما؟ هل ستزيد من جرأة أعداء الولايات المتحدة؟ ما حجم الضربة؟ هل تفقد فاعليتها مع مرور الوقت ويعود الصراع السوري إلى مجراه؟ هل تجر هجمات انتقامية على الولايات المتحدة وحلفائها؟ وهل يحظى الأسد بالوقت الكافي للتقليل من فاعلية الضربة؟ أوباما لجأ إلى الكونغرس هربا من تحمل المسؤولية منفردا في أزمة معقدة كالأزمة السورية، بعد تسلمه رسالة من 170 عضوا في الكونغرس يطالبونه بالتراجع وبسبب عدم امتلاكه الدعم الدولي الكافي، بعكس ما حدث في ليبيا. وفيما أشار المقربون إلى أن البيت الأبيض لن يترك للكونغرس مجال مفتوحا لاتخاذ القرار على نحو كامل، يبقى قرار الأخير غامضا في ظل تغيرات جذرية متوقعة في اصطفافات الجمهوريين والديمقراطيين في داخل الهيئة التشريعية. المعروف عادة أن الكونغرس يضم مجلسين هما الشيوخ والنواب، وفي المبدأ في المجلس الأول تسير الأمور لصالح أوباما الديمقراطي بحيث يحظى ب 52 صوتا ديمقراطيا في مقابل 46 للجمهوريين، بينما في المجلس الثاني للأكثرية الجمهورية يختلف الأمر بحيث يوجد 233 جمهوريا في مقابل 200 ديمقراطي. ولكن بعد حرب أفغانستان والعراق بات عدد من الديمقراطيين يرفضون مبدأ التدخل العسكري، فيما يميل الجمهوريون إلى التشدد في السياسة الخارجية وهم منقسمون بدورهم، فمنهم من قد يصوت لصالح أوباما ومنهم من قد يطالبه بحرب شاملة كما فعل السناتور جون ماكين. هل يرضخ الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنداءات شعبه ويعدل عن شن حرب على سوريا بعنوان الكيميائي؟ وفي حال مضى في الحرب، ما هي تبعات هذه الحرب على الداخل الأمريكي؟
الحرب على أفغانستان والعراق أنهكت الشعب الأمريكي بعدما استنفدت في كلا البلدين طاقات الشباب الذين سقطوا بين جنود قتلى وجرحى ومرضى نفسيين، فارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بخروج القوات الأمريكية وبضرورة نأي واشنطن بنفسها عن الحرب الدائرة في سوريا، حتى لو صدقت التقارير التي تتحدث عن استعمال النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المدنيين. 60% من الأمريكيين يرفضون تدخل بلادهم في الحرب على سوريا، 9% فقط يحبذون توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا. هذا ما كشفه استطلاع الرأي أجرته وكالتي رويترز وإبسوس منذ أيام. فما سر هذه النتيجة؟ وهل اتعظ الأمريكيون من حربي أفغانستان والعراق؟ في شيء أكيد أنه كثير من دول الغرب شعوبهم وجوهم بالنسبة للصراع الدائر بسوريا منش بركي مع الأسد، بس أكيد منش محمسين مع خصومه. يعني الأرجح يكون موقفهم ولا معهم ولا معهم، من هيك فبيصير ضد أنهم يتدخلوا بالحرب، لأنه جو المعارضة بسوريا والخطاب والممارسات والصور اللي عم تتوزع كلها بتشبهش سقافة الغرب وشو مطلبه. قديش بتأثر هيدي؟ أكيد إلها تأثير، لأنه كتير من الزعماء هناك بهمهم وضعهم الانتخابي، وضع حزبهم الانتخابي، فبيحاولوا يسيروا الرأي العام، علما أنه مرات كتير هني بيصنعوه. بعتقد صعب هلأ يعمل حرب، لأنه بده على المستوى الداخلي بأمريكا رح يكون خسران، رح بتخسره، مش رح بيربح على المستوى الخارجي. هو اساسا سقف الحرب عم بيقول مش رح تغير بالموازين، رح بيخسر هو وحزبه اصوات. من هيك منطقيا ما بقش بيعمل حرب. وامام التظاهرات والاصوات الشعبيه الامريكيه الرافضه لانغماس واشنطن في الوحول الدمشقيه، هل يرضخ اوباما لاراده شعبه؟ لا طبعا، الرئيس الامريكي يستطيع ان يعلن الحرب ويشن الحرب من دون الرجوع لا للكونغرس ولا للشعب الامريكي. طبعا الشعبيه امر لا يهم اوباما، اوباما رئيس رايح، يعني مش رح يجدد لمره ثالثه، لكن في الديمقراطيين في السلطه في هناك اسباب اخرى بتخليه انه يحصل على تأييد، يعني بفضل ان يكون رجل تاريخي. اعتقد انه احد اسباب تاجيل هذه الضربه، اولا يريد حشد عالمي لضربته من بعد ما تلقى صفعة كبيرة من الإنجليز. من السهل أنه يقدر يحصل أو يرفع هذه النسبة لحدود 50 أو أكثر من 50 إذا كان فعلا ناوي على الضربة. ما تنسي أنه الرئيس معه إعلام، بتصور كبر الحجر كثير الرئيس الأمريكي، من السهل من الصعوبة بمكان أنه يرجع يتراجع، فبالتالي رح يحاول قدر الإمكان أنه يقوم بشيء من هذا النوع. وحتى وإن كان محدود الداخل الأمريكي رح يكون، بعتقد تأثيره بيكون محدود أكثر شيء، بيقدر الكونغرس يبتزه ببعض القضايا التانية المحلية. وأمام كثرة التحليل والمعطيات، سواء المرجحة منها ضربة قريبة لسوريا أو المقللة من أهميتها، فإن هناك إجماع من المراقبين على أن للبنان حصة الأسد من مساوئ ضربة الأسد. دارين دعبوس، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. شقيق أحد الطيارين التركيين المختطفين بعث عبر الجديد ومن ضمن برنامج للنشر رسالة لخاطفي الطيارين ولأهالي المخطوفين في أعزاز، معربا عن تعاطفه مع الأهالي وتفهم موضوعهم. الله يحفظك يا hiçbir zaman arz etmeyiz ki hiçbir insan üzülmesin, kırılmasın. Hı hı. Bu yüzden de ki hiç kimseye bu aşamadan itibaren zarar gelmemesi için biz herhangi bir operasyona da karşıyız. Çünkü hı hı. en ufak bir insanın zarar görmesini istemiyoruz. Hı hı. Peki kaçıranlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Neler iletmek istiyorsunuz? Var tabii ki. Öncelikle ben kaçıran ailelere şunu söylemek istiyorum. Bizler kesinlikle yanlış insanlar değiliz. Bizler doğru insanlarız. Ve onların da duygularını anlayabiliyoruz. Hı hı. Bu konuda aramızda bir empati var, bir bağ kuruldu. Ben bunu hissedebiliyorum. Hı hı. Ben biraz daha açık olmalarını, biraz daha açık yürekli olmalarını istiyorum. Hı hı. Bir yaklaşımları vardı. Bana göre çok doğru bir yaklaşımdı. Hı hı. Lübnan makamlarından
bir güvence istemişlerdi. Hı hı. Eğer tutuklular serbest bırakılacağının garantisi verilir ise ve yakalama kararları kalkar ise biz pilotları serbest bırakacağız şeklinde. Bence çok doğru bir adım. Hı hı. Bu girişimlerinden dolayı ben kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle adımlar atılarak, sağduyulu adımlar atılarak bu meseleyi çözülüyor diye düşünüyorum. Öteki türlü politik işlemlerin ya da eylemlerin iki ülke halkına zarar getirmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ancak bizler sağduyu olarak iki aile birbirine sahip çıkar ise, birbirini anladığını vurgular ise sorunlar çok daha çabuk çözülür diye düşünüyorum. Burada artık top Lübnan hükümetindedir, Lübnan devletindedir bence. Aileler bu açıklamayı yaptıktan sonra Lübnan makamlarının da süratle bu konu üzerine eğilip en kısa sürede neticeyi almalarını bekliyorum. رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يزور الرئيسين بري وسلام. قرارات قضائية في ملف تفجيري طرابلس وموقف أعزاز وأخبار إضافية في البانوراما المحلية. التهديدات الأمريكية بشن عدوان على سوريا كانت محور المحادثات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي الذي يزور لبنان على رأس وفد مرافق. نأمل أن ينصاع الكونغرس لإرادة الشعب الأمريكي وأن يتخذ القرار الصائب الذي من شأنه أن يكبح التوجهات العسكرية الأمريكية ضد سوريا، لأن هذا الأمر في حال حدث سيرتد سلبا على المصالح الأمريكية والاستقرار في المنطقة. وأمل بروجردي لدى لقائه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن تزال كل العراقيل التي تقف أمام تأليف الحكومة. على خلفية التوقيفات المرتبطة بتفجيري طرابلس أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدة قرارا بترك رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي في لبنان الشيخ هاشم منقارة بسند إقامة، كما أصدر مذكرتي توقيف وجاهية بحق كل من الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوري في جرم تشكيل خلية إرهابية وتفجير سيارتين مفخختين أمام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. رفض قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان زياد مكنة طلبات الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين إخلاء سبيلهم على أن تعقد جلسة في هذا الملف يوم الخميس المقبل. نحن بحق لنا نستأنف هذا الطلب، ونحن الاتجاه عنا عم نهيئ طلبات استئناف للطلب إخلاء السبيل اللي صدر عن قاضي التحقيق ليطلع الملف على الهيئة الاتهامية. بالهيئة الاتهامية بيرجع القرار للهيئة الاتهامية لتشوف إذا بتفسخ قرار حضرة قاضي التحقيق أو بتصدقه لناحية إخلاء سبيلهم أو تركهم موقوفين. أصدرت دار الفتوى بياناً أعلنت فيه أن الجهاز الأمني المرتبط إدارياً برئيس الحكومة مباشرة لفق التقارير الأمنية المفبركة بحق بعض العلماء المسؤولين في دار الفتوى واتهامهم زوراً بتشكيل عصابات مسلحة بغية الإيقاع بهم في وقت لاحق كيداً وانتقاماً، مشددة على أن هذا التدبير والافتراء للانتقام هو شأن خطير لا يمكن السكوت أو غض البصر عنه. رئاسة مجلس الوزراء استغربت صدور هذا البيان عن دار الفتوى نافية ما ورد فيه من مزاعم وادعاءات مفبركة فعلاً لغايات لم تعد خفية على أحد، وأسفت لمحاولة البعض في دار الفتوى زج الأجهزة الأمنية في مهاترات لن تحول دون التأكيد على وجوب إعادة الأمور إلى نصابها. عثرت القوى الأمنية على قذيفة في منطقة سير حمول بين بشمون وعرمون، وقد حضرت دورية من القوى الأمنية إلى المكان، وبعدما كشف عليها الخبير العسكري جرى مصادرة القذيفة التي تبين أنها قديمة العهد. النائب أحمد فتفت يرى أن مبادرة الرئيس بري الحوارية تضرب أهم صلاحيات رئيس الجمهورية ويحذر من مخاطرها، والنائب ألاعون يشدد على أن لا مفر من الحوار ومناقشة العناوين التي طرحها بري، لا سيما أنها لب المشكلة اللبنانية. أيام قليلة مضت على إطلاق الرئيس نبيه بري مبادرته الحوارية معلنا أنها خريطة طريق وأنه في انتظار مواقف الأطراف السياسية الأخرى. هذه المواقف لم تخرج بشكل رسمي بعد، إنما يبدو أن هذه المبادرة لن تحظى برضا جميع الأطراف المتنازعة. بكل صراحة يعني بده يحول الرئيس بري بده يحول طاولة الحوار للويا جورجا مثل بأفغانستان، بيجتمعوا زعماء القبائل وهن بيبتوا كل الأمور، ما بقى في لزوم لا لمجلس وزراء ولا لرئيس جمهورية ولا لرئيس حكومة. يعني وهذا بكل صراحة أنا بشعر فيها وكأنه مدخل بلش ينحكى فيه بشكل جدي، مدخل للمؤتمر التأسيسي اللي كان عم يطرحه سيد حسن نصر الله بمرحلة سابقة. بمعزل عن هلأ خرق الدستور أو غير خرق الدستور، اللي طرحه الرئيس بري هني خمس عناوين أساسية
لها علاقة بالمشاكل اللي اليوم قاسم اللبنانيين مع بعضهم يعني، ويجب أن يكون في حد أدنى من التفاهم بين اللبنانيين عليها أو إدارة الخلاف حولها، إن كان موضوع تشكيل الحكومة أو كان موضوع الأمن وكيفية تعزيز الجيش والأجهزة الأمنية، إن كان موضوع أنو الانتخاب، إن كان موضوع سلاح تبع سلاح حزب الله، والأهم بهالموضوع الموضوع الخامس اللي هو التداخل أو التدخل في سوريا، شو ما كيف ما اعتبرته تدخل، المهم أنه هذا الموضوع أساسي اليوم قاسم اللبنانيين. هيدي فقط كانت عرقلة أمام إمكانية أنه رئيس جمهورية ورئيس المكلف ينجو حكومة بمعلوماته كانوا بصدد إنتاجها، بدوا نفس الوقت أنه نقر مسبقا أنه السلاح بإيد المقاومة يعني بإيد حزب الله. نحن بالنسبة لنا ما بقى في مقاومة، في ميليشيا اسمها ميليشيا حزب الله، ما بقى في شيء اسمه مقاومة. فكيف بده يعني مسبقا أعطيه كل شيء وهو بيقول لي تعال ناقش معك الباقي؟ معلش اسمح لنا رئيس بري، مش ونحن أولاد صغار بالسياسة. مواقف المتناقضة بموضوع حزب الله معروفة، موضوع سلاحه، لكن كيف حلها؟ في إمكانية حل غير أن نقعد على الطاولة ونتحاور حولها؟ حدا عنده سبيل آخر للحل حول كيفية التعاطي مع موضوع السلاح بالمطلق أولا، مش بس، وغير أنه قصة استراتيجية دفاعية دي بتحدد إذا فعلا كيف الوسيلة حتى نقدر نعالج الأخطار اللي بتواجه لبنان اليوم؟ كل واحد مخض كفاية كل الأفكار، مشكلة أنه لو في إرادة حل كان أيام أو أسابيع كافية لهالشي. هذا السؤال الأساسي، نحن بعدنا في شيء تغير عن كل القوى السياسية ولا بعدنا على كل واحد على متراسه؟ حدا تطور موقفه نسبة للتطورات اللي عم بتصير بسوريا وتداعياتها على لبنان؟ حدا تطور موقفه؟ إذا إيه معناتها ممكن في إمكانية نعمل خرق ما على أحد المواضيع، إذا لا بعدنا منقعد 5 أيام و5 سنين وما بيصير شيء. أما سبل الخروج من الأزمة الراهنة فلكل طرف رؤيته المختلفة كذلك. المبادرة الحقيقية هي أن يعترف الجميع بما وقعوا عليه وأعلن بعبدة، هذه الحقيقة. وقعوا على إعلان بعبدة ولا لا؟ طيب كيف أنا بدي أروح على حوار من جديد ما في مصداقية على اللي بوقعوا عليه؟ وقعوا على إعلان بعبدة وما عم يلتزموا فيه. إذا التزم الجميع بإعلان بعبدة اللي عم يقول عنه رئيس جمهورية، ساعتها بتتألف حكومة خلال 24 ساعة. طاولة الحوار بتضم أهم زعماء بالبلد، يعني مش كلهم ولكن أهمهم موجودين، وما قدرت توصل لحل. فإذا منه هو الشكل المهم، الأهم هو الإرادة والمضمون، وهذا الشيء لحديث هلأ لم يتوفر مع الأسف. وتجمع الأطراف المختلفة على فكرة متناقضة في حد عينها، وهي فصل الاستحقاقات اللبنانية عن الأزمة الإقليمية، وجميعهم يقول في الوقت عينه إن الحل لن يتبلور قبل التسوية الإقليمية. باسل العريضي، قناة الجديد. في بكركي عرس جماعي لاثنين وعشرين زوجا بتنظيم من الرابطة المارونية. رأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي يحوطه لفيف من الكهنة قداسا احتفاليا في عرس جماعي لاثنين وعشرين زوجا نظمته الرابطة المارونية جاريا على عادتها في كل عام في الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي. أيها الابن الحبيب أنطوان، أتريد أم الله هذه كارولين الواقفة هنا زوجة لك بحسب تعاليم الكنيسة المقدسة؟ نعم يا أبانا. وأنت يا ابنة المؤمنة كارولين، أتريدين عبد الله هذا أنطوان الواقف هنا زوجا لك بحسب تعاليم الكنيسة المقدسة؟ نعم يا أبانا. عدد المدعوين إلى هذا العرس بلغ نحو 4000 شخص، مع الإشارة إلى أن الرابطة قدمت إلى الأزواج الجدد باقة من الهدايا والتقديمات. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدها زميل شادي خليفي. شكرا رائد ومساء الخير. النجمة هيفا وهبي بعد نجاح حفلة بمهرجان إهمج أكدت اختيار الدولة اللبنانية إلى لحملة لتوعية الشباب من خطر استخدام الهواتف المحمولة خلال القيادة للتخفيف من حوادث السير. وشو بتقول هيفا عن الوضع العام بلبنان وعن تحدي المخاطر الأمنية من خلال عدم الاستسلام وعدم الخوف منها، وكيف كانت اطلتها؟ تفاصيل من تبع سوا. بعد
بعد حفلها الناجح في مهرجانات إهمج، ماذا قالت هيفا وهبي عن الوضع العام في لبنان؟ ما هن هاللعب كله على سلام اللي بلبنان، معناتها انه نحن بلد بهمنا امره كثير، بلد صغير وشعبه قليل وناسه طيبين، وهالقد هاممهم امرنا بكل الايادي اللي عم تحط ايدها على لبنان، ولا يعملوا فتنه بلبنان طائفيه، ولا يعملوا فتنه لبنانيه لبنانيه، هذا الشيء ما لازم نسمح فيه. حتى يعني امر واقع امرار عم نعيشه، بس نحن رافضينه ونحن ما لازم نسمح فيه، وما لازم نسمح انه ايام لبنان تصير كلها حداد. لازم يعني نحن دورنا يعني نعطي بهجه، نعطي فايبس هيك للناس، امل انه يحسوا انه اذا فنانيننا هيك عم يعطونا هيدا الامبرسيون او هالامل الحلو والتفاؤل، يعني لبنان فيه بعد شيء منيح. انه فقدان الامل كثير بشع، وكثر خير الله انه حطنا نحن الفنانين بمكان هالقد حلو انه نطبع بسمه وهيك بهجه للناس وشوية أمل للمستقبل. وعن اختيار الدولة اللبنانية لها في حملة توعية للشباب للحد من حوادث السير قالت هيفا: نقوني لإلي لأنه ناس بتحب تسمع مني وبتتأثر فيه، فهيدي شغلة أنا كتير بعتز فيها، ويمكن هاي من أحلى الأشياء ومن أحلى النتائج اللي وصلت لها يعني بحياتي العملية، أنه أنا أكون مؤثرة بمحيطي وأقدر أقول شيء مفيد لمجتمعي. في ناس بتشرب وبتسوق، وفي ناس تعمل حادثية وعم تبعت بلاك بيري أو عم تبعت مسج، فكتير انبسطت لما انعرضت علي هيدي المهمة إنه أنا أقوم فيها من بلدي من حكومتي لبنان. وعن جديدها بعد الديو مع رامي عياش: ديو أنا ورامي حلو كتير والعالم حبينه، أنا شخصيا دايبة فيه للديو، وهلا عم حضر للألبوم الجديد، يعني عم نحضر كمان لوحدة من أغاني أم جي كين صورها، يعني أنا عبالي صور بعد 6 أغاني بس إنه شيء منه، وبعدين بدنا نبلش نحضر للألبوم الجديد. وبالبانوراما الفنية، شو هي حقيقة إلغاء حفل نانسي عجرم بتونس؟ نجم هوليوود جورج كلوني تجاهل الوضع السوري، والنجمة العالمية بيونسي خطفت الأنظار، وشيرين هيك انسحبت قبل انتهاء حفلة من بعد ما رفض الجمهور التفاعل معه وهجم بالمغرب. بعدما تردد أن حفل نانسي عجرم ألغي في تونس بسبب ضعف الإقبال عليه جماهيريا، أكد مدير أعمال هاجيجي لامارا أن سبب تأجيل الحفل لمدة شهر هو سوء الأحوال الجوية هناك، بالإضافة إلى خوف الناس من الأوضاع التي تعيشها المنطقة حاليا على ضوء تهديد سوريا بضربة عسكرية. وأشار إلى أن الحفل تم تأجيله لشهر ولم يلغى بسبب الإقبال الضعيف عليه. حالة من الدهشة سيطرت على نجم هوليوود جورج كلوني في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال مشاركته في مهرجان فينيس السينمائي، وذلك بعدما وجه إليه أحد الصحفيين سؤالاً متعلقاً بالتدخل المحتمل لأمريكا في سوريا، فقال جورج كلوني رداً على السؤال: هذا سؤال عن سوريا، توقعت أن تسألني عن قيام بن أفلك بدور البطولة في فيلم باتمان المقبل، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت بن أفلك لتأديته شخصية باتمان. وتجاهل جورج كلوني الوضع المتعلق بسوريا كما لو أنه غير موجود.
أكدت شيرين عبد الوهاب أنها فعلاً انسحبت من حفل تطوان في المغرب بعدما شعرت بأنه غير مرغوب في وجودها بعد قيامها بتقديم تحية إلى الفريق عبد الفتاح السيسي، فقد ودعت على المسرح الجمهور قبل نهاية الحفل وقالت للفرقة الموسيقية العبوا أي حاجة، وغادرت منزعجة لرفض الجمهور لها وصراخه تأييداً للرئيس المخلوع محمد مرسي. فمدينة تطوان المغربية كما سبق وذكرنا في السابق يسيطر عليها مؤيدو جماعة الإخوان، وبالتالي شيرين أخطأت بالتحية التي وجهتها على المسرح. وأكدت شيرين قائلة إن ما شهده حفلها في المغرب لن يؤثر على علاقتها بالشعب المغربي الذي تقدره. سرقت النجمة الأمريكية بيونسي الأضواء في حفلها أمس على مسرح فيلادلفيا ضمن مهرجان ميد إن أمريكا، والذي قدمت فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة من أغنياتها. وقد شارك في الحفل عدد كبير من النجوم من بينهم النجم جايزي، وقد نجحت بيونسي كعادتها في أن تجعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، حيث بدأ يصيح ويغني معها. واليوم الصحافة العالمية سلطت الأضواء بشكل كبير على هذا الحفل. هيدي كانت أخبارنا الفنية ولقاء مع النجمة هيفاء وهبي. نشرة فنية جديدة بكرة معي، كونوا على الموعد. أما هلأ فعودة لعند رائد. شكرا لزميل شادي خليفي، والآن تذكير بما جاء في نشرتنا. الأسد يحذر الغرب، المنطقة برميل بارود وخطر اندلاع حرب إقليمية موجود. الجامعة العربية تشجع أوباما على الحرب. فالمطلوب الآن هو الالتجاء إلى المجتمع الدولي. والناتو يعتمد على العرب في اتهام النظام بالكيميائي. بين الرأي العام الأمريكي والبيت الأبيض، الكلمة الأخيرة لمن؟ كبر الحجر كثير الرئيس الأمريكي، من السهل من الصعوبة بمكان أنه يرجع يتراجع. النصرة تعلن خسارة 40 عنصرا في معارك على أطراف دمشق. وهيفاء وهبي ترفض الاستسلام للبنان. ما لازم نسمح انه ايام لبنان تصير كلها حديد. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.